عشان تحافظ على نفسك وأفراد عيلتك وتحمي نفسكم من فيروس الكورونا، حاول ما تتواجدش في غرفة العزل، وفي حالة الاختلاط حافظ على مسافة 2 متر بينك وبين المريض. استخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي أفراد الأسرة. منع الزيارات بقدر الإمكان. البس الكمامة في حالة الاختلاط وارميها في كيس مقفول بعدها. غطي الفم والأنف بمنديل لو بتكح أو بتعطس وتخلص منه فوراً. واغسل إيدك بعدها بالمية والصابون. اغسل إيدك دايماً بالمية والصابون لمدة 20 ثانية أو نظفها بمطهر كحولي. حاول ما تلمسش العين أو الفم أو الأنف بإيدك لو مش مغسولة. ما تشاركش أدواتك الشخصية مع حد تاني زي الأطباق والكوبايات والفوط، وكمان نظفها بالمية والصابون وانت لابس جوانتي. نظف كل الأسطح المشتركة بينكم زي مقابض الأبواب والهواتف، ولازم تلبس جوانتي وانت بتنظفها. اتأكد إن المساحات المشتركة في البيت تهويتها جيدة، وابعد عن الاختلاط والتجمعات في الأماكن الزحمة على قد ما تقدر. ولو عايز معلومات أكتر ادخل على الويب سايت www.care.gov.eg.